مساء النور والسرور وصلت على الرسول. تبقيتي ولاباس وتمسوا انتم مع غايس وتمسوا انتم نفايس وتمسوا ونتمسوا حنا حجاج. تبقيتي ولاباس كيبقاو الميمات كيبقاو الباوات والمريض الله يشافيه والغريب الله يردو لوطانو. الله يا بنتي فين ما تقربوا العواشر فين ما تقربوا الاعياد تجيب ديك الدقه وديرها على راسك وتجيب ديك القندوره اللي حالتها عرفتي بعد ديك الدره اللي تديرو على راسكم وديك القندوره اللي تلبسو وتطلعو وتقولو انا تتبريزونطيو المغرب وتتقدمو كفتيات مغربيات كسيدات مغربيات. هذيك الدره اللي تديرو في راسكم دحياتي هذيك في السبعينات كانوا تيديروها خروق للدراري. هذيك كانوا تقمطو بها تيديروها خروق للدراري حيت ما كانش شي بومبير في السبعينات. شنو نتوما درتو لها الطنوش ودرتو لها الهمه ودرتو لها القبه والضرب وديتو حتى تلويوها على راسكم. كانوا من بعد السبعينات العيالات ما تيعرفوش مساكن كبارين باش تينشفو شعرهم كانوا تيديروها فاش تيخرجوا من الحمام ونشفوا بها شعرهم. ما كانوش يطلعوا بها ويبهدلوا براسهم وقبلت العالم ويديروا لهذيك الشده كيذكرهم ديال الدار البلديه القديمه هكذايا ويديروا ديك وديك القندوره اللي تتشريو اللي كانت تتبع للتوريس باش تيجيو تيتمرمدوا فيها ما عرفت واش كانت ب 50 درهم ولا قل ولا 10 دراهم ولا المهم في السبعينات كان حيت التوريس ملي تيهبطوا تيحب يسحبهم دابا التكرفيس تيتكفسوا تيبيعوها لهم تيدوزوا بها ومن بعد تيرميوها تيمشيو لبلادهم. لاش نتوما درتو لها القبه والضربوز وجبتوها لي وخاويتوها مع ديك الشده ودرتو ديك الحاله كاننا في المغرب ما عندناش ما نلبسو وحنا المغرب هو الدوله ما شاء الله الوحيده اللي معروفه بالقفطان والقندوره والقميص والجبادر والسروال البلدي والجلابه الدار والجلابه الزنقه. شنو نعدد لكم؟ كانوا البنيتات كنا بنات تلبسوا قنيديره تلبسوا مثلا يعني مثلا تلبسوا التوب الصيف التوب ديال الخيط تيقبطو تيديرو قنيديره تندرسو تيلاقيو تيجلسو به. كانوا تيجلسو بديعيات طقطقين بالماكينه. كانوا بزاف الاشياء هادو اللي كانوا تيلبسوا البنيتات المغربيات اللي مازالين العواتقات. والسيدات كانوا تيلبسوا قفيطن او قميص ومتولين وبالفوطه الجلايل مولاتي دايره صايره وبالتخمال مصوبين وبديك الشديده ديال ديك الدره رائعه تتكون باللوينات تتكون ساتا. عطى الله الدرر ديال الراس عطى الله 5 دراهم ونتينا طالعه الفوق باش تنجلسو متولين نجيبو دريره قديمه عندنا نجيبو دريره صغيره فعوت لي ماش قبط لي ديك الخرقه اللي كانوا تيديروا للدراري فبحال بوم بلاس بوم بيكس كانوا تيقمطوا بها الوليدات وديرها دوك طلع بديك الشوهه نشوف دريره ونقبطها ونتولها كيف كانوا تيجلسوا يماواتنا. ماشي دير لي ديك الحاله وتطلع بها وتقول لي وتبريزونطي المغرب وتبريزونطي لي وتقدم لي المغرب كانك يعني انت هي المراه المغربيه اللي وليتو يعني اللي ما دارهاش ما دار حتى شي حاجه. الناس تزيد لقدام وتتعلم ما تجيب شي حاجه اللي تتبهدل بها ما تجيب شي الحاجه اللي تطيح منها الارض ما تجيب شي الحاجه اللي تخليها لها معيور على طول حياتها. ودابا كلشي تبارك الله ما شاء الله كلشي تيبقى هي تحط الفيديو تيطيرو به من بعد لا تقول نمسحو ما تمسحشي ما تنجلسوش باي حاجه فين ما كانش طبعه ديال الجافيل وفين ما كانش كبط عندنا مهردل وفين ما كانش توسيخه نوجدها انا للعيد الكبير باش نغسل الدواره باش نغسل المصارن باش نوقف نهار العيد باش انا مكرفسه. شوف ديك الطيبه تتخليه الوليدات عندك ما تعقلوش على شنو كلاو على شنو لبسوا تنعقلو على ما واتنا كيف كانوا انتينا اللي البنات يخرجوا عندك فوتوكوبي كيف ما كنتي باش تخرج البنات بحالك يدوروا يكذب عليك الكاذب وتبقى فيهم ديك النغزة يديروا ديك الحاله اللي كنتي تديري تيشوفوك فاش كنتي في زمانك. انا ما تنهضرش دائما تنقول ونعاودو تتعرفوني امتوله احسن من خواجيه فعوت ديك البيجامه ولا ديك القنطوره ولا ديك الحاله وديك الشده كاينين حويجات خاصين تقولوا لي ما عندناش ما كاينش انا سحبكم دابا شنو لابسه لا سحبكم دابا هذا شنو هو هذا طريف الثوب نطرق بالطراسن فقط بالماكينه فقط تنقدو تنتولو تنصوبو تنحددو تنصوبو ونوقفو علينا السرول بها وهكذا تنضويو. ديك الوليدات عندك منين يشوفوك انتينا بديك الحاله وديك السحنه
البنت ملي تكبر تبقى دير هكذاك. الولد ملي يكبر ويدي شي بنت الناس متوله كما كان وقع للسيده، السيده اصلهم قادين دايره له حاطه الحريره في السبيره متوله مقاده شنو قال لها راجل الله يهدي ما خلق. قال لها هز عليا هادشي انا مولف بهمه تتحط نجربين في خادها. شوفوا المنظر اللي هو راجل كي داير، شوفوا الناس كيفاش شوفوا شنو تتخليو تتغرسوا في الوليدات. هذاك كان مولف بيما تتحطها واخا هيف في غطار غارق وتحطها وتدور بها الوليدات وتقادد التول، شنو ما سبق في الذاكره ديالو؟ شنو تيحرك العيشه على ديك بنت الناس؟ خصو ده المراه مقاده، خصو يردها من بدله، وما تيكونش التفاهم وبزاف ديال الاشياء وهي ماشيه وهي ماشيه. كاين الولاد كاين البنيتات كلشي تتحفر في الذاكره. ماشي قلنا ونعاود ونعاود نقولها، ماشي لابد نشريو الغالي، ماشي لابد نتعلقوا، راه ماشي الحوايج الغاليين، ماشي الدرر الغاليين، ماشي الصبابط الغاليين، ماشي الماركات هما اللي تيديروا لك القيمه وتيديروا لك البهاء وتيطيحوا عليك السر. راه قالك متوله احسن من خواجيه، راه تنبقاو تنتقادوا تنهيب التويب، يعني هي الحاجه بسيطه وتنقدوها معانا وتنشوفوا اللوينات اللي تيواتيونا وتنقدوا حالتنا وتنوقفوا ديك النهار العيد متولين ويدوز ودوز داك الشيء وتنحيدوه وتنلبسوا الا كنا عيالات قميصاتنا وقفطناتنا، وها حنا متولين، ها حنا نقيين، ها حنا خلينا نضر على ديك الوليدات، ها انتينا براسك فرحانه، ها انتينا براسك لابسه متوله مقاده فرحانه كما تنقولوا بعضيماتك، لا اللي تيشوف فيك لا انتينا. اما تجلس لي بديك الحاله تقول هربانه من شي غابه وانتينا بديك الحاله وجدبانه، تنتمنى نتمنى على الله توصل رسالتي، يعني تنطبخ ومني تنحل الفيديوهات ديال شي وحدين يعني تيقربوا ينطحوك، تيقربوا يعني شوها، يعني ما تقدرش تكمل الشوفه. تنعطيو نظره قبيحه، تتعطي نظره قبيحه على المراه المغربيه او الفتاه المغربيه، وحنا بغينا على يعني بغينا على هاد النظره، على هاد على هاد على هاد السمعه اللي تتحطوا لها، على هاد على هاد الطابع اللي تتخلي على على المراه المغربيه. تحياتي لكم ومقدما عيدكم مبارك مسعود، وتعيدوا وتعاودوا بالصحه والسلامه، صحتكم مبروكه ونهاركم مبروك، واللي عندها ما انت حبيبتي تتهلا فيها، واللي ما عندهاش الله يرحمها ويرحم انت ام سيدنا محمد كما تنقولوا، وتنحبكم لله ونهاركم مبروك. Thank you.